السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة إلدن رينج. شكرا على دعمكم الأسطوري كالعادة في المقاطع الماضية، ويا مرحبا مليون بكل مشترك جديد. إذا كنت لعب بلد الميج أنصحك أول شيء تشوف هذا المقطع. أما اليوم جبت لكم سيف على ستاف كذا اثنين في واحد، ممتاز جدا اللي يلعبون الميج راح يناسبهم، خصوصا حتى أنك يمديك تلقاه من بداية اللعبة، بس يبالك تتفنتك شوية تسوي لك حركتين كذا عشان يمديك تحصل هذا السيف. ولكن أول شيء بنتكلم عن ميزات هذا السيف. أول شيء السيف هذا اللي اسمه ليزيولا غرينستون سورد، من غير التطور ما في شيء مميز، مثل ما تشوفون فيزيكال 79 و94 ماجيك. لكن أول ميزة فيه إنه مثل ما تشوفون الاتربيوتس ريكوايرد، السترينث 8 والدكس 9 والانتليجنت 13، واللي يعني ان كلاس الاسترولجر من اول ما يقول بسم الله في اللعبه يمديه يستخدم هذا السيف بدون اي مشاكل، بدون يضيع اي نقاط في الدكس او السترينث مثل بقيه الاسلحه. الميزه الثانيه ان السيف هذا تعرفون سيوف يعني لازم تكون المسافه قريبه بينك وبين الاعداء. الميج بيلد عاده تكون اللونج رينج، لكن بهذا السيف راح تتميز بقوتك بالكلوز رينج واللونج رينج في نفس الوقت. وفي سيف مشابه له تقريبا اسمه الكاريان نايت سورد، مثل ما تشوفون هذا بلس 6 وسلاحنا تبع اليوم بلس 6. فخلنا نشوف المقارنة على السريع. الفيزيكال هنا عندك 151 والماجيك 151. أما اللازيولا غرينستون سورد بلس 6 برضو يكون الفيزيكال عندك 136 والماجيك عندك 162. فمثل ما تشوفون الماجيك أفضل بكثير بالسيف هذا. من أفضل الشغلات بهذا السيف اللي هو المهارات القتالية اللي يمديك تسويها بهذا السيف. مثل ما تشوف إذا كان السيف بيدك اليمين يمديك تستخدم الغرينستون بابل وتطلقهم من السيف نفسه، يعني ما يحتاج إنه يكون معك الستاف، ومن غير لا تأخذ أي مساحة من الميموريز سبل اللي عندك. وتكلمت برضو في هذاك المقطع أن كيف تزيدها إلى ثلاث سلوتس أو ثلاث خانات، غير إنه ما يأخذ خانة عندك في الميموريز سبل أو التعويذات اللي هو بعد ما ترمي غرينستون بابل أو التعويذة هذه على طول تضغط زر الهجوم وراح ينفذ لك ضربة سريعة، يعني تضرب سحر وتلحقه بالسيف بسرعة، واللي بيخليه يسوي زي الداش السريع ويقرب المسافة إلى الأنمي ويعطيه النغزة، واللي ذكرني بالنغزة حق الساموراي اللي تكلمت عليها في ذاك المقطع. طبعا في سلبية لهذا السيف مقارنة بالستاف، مثل ما تشوفون السيف الرينج حق السبل هذه التعويذة حق الغرينستون بابل يكون مداها أقصر من الستاف، الستاف راح يوصل لك إياها أبعد بكثير، ومثل ما تشوفون الطلقات بالسيف تكون أبطأ من الستاف بشوي. والمعلومة الغريبة ان هذا السيف مصنوع من الخشب مثل ما هو مكتوب في الوصف حق السيف، على اساس ان اللي صنعه كان يريده يكون ستاف، وبعدين كنسل الخطة كذا وغير رايه في اخر لحظة وخلاه سيف. خلصنا من المعلومات الغريبة عن هذا السيف، خلنا نيجي الى وين تلقاه. طبعا هذا المكان معروف اتوقع اغلبكم يعرفه، في الكاريا مانور، في ذيب في هذه المنطقة، بس طبعا اذا مشيت من وراه على الخفيف كذا ما راح يكلمك. المهم بعد ما ترقى الدرج وتروح يسار بتلقى هنا في سحرة على الدرج، طبعا اللي عليك تسويه انك تقتلهم ثلاث سحرة وترجع ترسبن وتيجي الى هذا المكان وتكرر لين ما ينزل لك هذا السيف. ولكن نصيحتي انك تستخدم رجل الدجاجة السيلفر، ما هو بالذهبي، الذهبي هذاك يسوي لك بوست للرونز، لكن السيلفر راح يزيد لك فرصة الحصول على الأسلحة النادرة مثل هذا. مثل لو تذكرون في ستات الشخصيات في شيء اسمه الأركين تقريبا اسمه، اللي هو آخر واحد، هذا كل ما طورته كل ما تزيد فرصة حصولك أو سقوط الدروع أو الأسلحة النادرة من الأنميز. فلذلك إذا كنت تعرف أن مثلا واحد من أخويا قالك في سيف موجود خدته من معسكر هذا مثلا وانت ما لقيته، أنصحك أنك تستخدم هذا الآيتم وترجع تقتل فيهم، راح تحصله بسرعة سواء كان درع او شيلد. فمثل ما تشوفون يا اخوان هذه طاحت معاها سيف اللي هو الليزيولي غرينستون سورد، ادروني اذا قريتها غلط. اتمنى ان في احد استفاد من المقطع، لا تنسوا اللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.